من على شفا المجاعة إلى أتونها. هكذا تنتقل اليمن في تقارير المنظمات الدولية. تقرير جديد تصدره منظمة الأغذية العالمية الفاو التابعة للأمم المتحدة محذرة فيه من أسراب الجراد الصحراوي الذي قدرت أعدادها بنحو 80 مليون جرادة. وقالت المنظمة أن هذه الأسراب تهدد بتدمير المحاصيل الزراعية مما سيتسبب بكارثة غذائية. محافظات عدة انتشر فيها الجراد كانت في مقدمتها محافظة حضرموت ومناطق عدة من محافظتي شبوة وأبين. أجريت فيها حملات للمسح والتقييم نفذتها وزارة الزراعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحسب القائم بأعمال الوزير المهندس أمين باقادر. وقال باقادر أيضا أن الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن تجري استعدادات كبيرة للقيام بحملة مكافحة واسعة في عدد من المحافظات، إلا أن هناك جملة من الصعوبات التي تواجه عمل فرق مكافحة الجراد، منها شح الإمكانات وغياب بعضها واتساع الرقعة الجغرافية للمحافظات التي تعاني من الجراد التي وصلت لمرحلة تسمح لها بالتكاثر والطيران.